الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه قراءة كتاب حلية طالب العلم لمؤلفه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى، الإسرائيليات الجديدة. احذر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد وضح أمرها ببيان رسول النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهي شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها، وقال الله المسلمين شرها، والله ولي التوفيق.